غالية بلدنا علينا وهتفضل في عينينا، ومادام بنحب بلدنا تبقى هتتغير بإيدينا، إحنا اللي نعليها بإيدينا نخليها أجمل لينا ولولادنا مهما العمر يعدي عليها. دور جواك تلقاها، هي الصحبة وهي الأهل. دي يعني جمل جميلة وحلوة من واحدة من الأغاني الوطنية الحديثة اللي بنحبها، وهي ما شربتش من نيلها للفنانة شيرين عبد الوهاب. كتبت بقى الكلمات والجمل الحلوة دي اللي بجد من القلب، بنت مصرية جميلة شربت من نيلها وكتبت في حبها. ضيفتنا النهاردة الشاعرة المصرية الموهوبة نور عبد الله، واللي وطنيتها وحبها لمصر بيبان من شعرها وكلماتها. خلينا نرحب بيها ونسمع منها أشعارها اللي بتوصل لكل مصري، بتوصل له بكل حب وصدق. منورانا يا نور. ده نور حضرتك، ده أكيد النور كله نور حضرتك. ربنا يخليكي نور عبد الله معانا الشاعرة الجميلة. نور طبعاً أنت عارفة أنا بتبسط قوي لما أنت بتبقي موجودة. طبعاً وأنا كمان على فكرة سعادة جداً، بحس إن أنا مش في البرنامج. لا يا عم والله بجد بجد. بس انا لقيتكم داخلين بالاحضان. انا بحبها ايه ده كله من زمان حبيبتي، وحد مميز ومبهج. والله انت اللي جميله، انت مميز ايه بس يعني قاعده معاكم. وكفايه ان احنا في حضره حضرتك، لان احنا لينا يعني شديد وعظيم الشرف. ربنا يخليك يا نور، انت اللي منورانا يعني، احنا قاعدين مع تاريخ الاعلام. ربنا يخليك يا نور. نور كلام اغانيكي مصري، مصري بمعنى ان هو في الوطنيه، في الاحساس بتاع ان احساسي بالبلد. الاجيال الجديده يمكن ما بيبقوش حاسين الكلام ده قوي الا لما بتحصل مشكله، يعني يبقى عندنا مثلا في ثوره على مصر مش في العادي. لا بس انت في العادي على طول عندك ده. انا عايزه اعرف منك الروشتة او الطريقه اللي نشاتي بيها فطلعتي نور عبد الله. ابويا ابويا كان راجل صادق في كل ما يفعل، في الصح في الغلط هو صادق. هو كان حقيقي جدا. المقادير كانت عامله ازاي؟ المقادير انه كان في القوات الخاصه في وحده 3 9 و3 7، وانا اتربيت في بيت مع راجل عنده مشاعر وطنيه حقيقيه، بيندهوله في اي وقت تعالى هتموت بيروح يموت عادي يعني. فمتبقاش في مشكله. والدك ولا ايه نور؟ باباي كان في الجيش في القوات المسلحه. في القوات المسلحه. في القوات الخاصه. انا الحته دي انا دايما اسال نفسي اقول يا ربي، هو الناس فعلا اللي بتروح تحارب هو ازاي انا عارف ان انا شغلتي اني اروح ممكن ما ارجعش؟ بتوع مكافحه الارهاب الدولي اللي هم يعني هم بس بتوع مشاكل. تعالى في البلاوي بس. فهو كان داخل ده حبا كمان، يعني هو كان داخل ده حبا مش رغما، كان حابب ده. دي شخصيته الحقيقيه اللي كان بيمارسها في الحياه قبل الجيش، فده كان طبعه. فانا طلعت يعني ان كان فيا شيء من الصدق والاخلاص والجديه ومصدقه الحكايه واموت على الحكايه. طبعا مش كل الناس بتورث كل حاجه، بس انا الحمد لله يجوز الحلو ده فيا. لو هو الحلو فيا فانا ورثته منه حقيقي يعني. طب نور، يمكن يعني احنا ما عندناش شاعرات كتير، دايما الشعر بيبقى راجل اللي بيقوله لنا. يعني انت ابتدت حكايه عندك ازاي بقى بعد الوالد ده اللي هو خلق فيك حتى يعني ايه الجذوة النار دي؟ هي وهو اللي حط موضوع الشعر، او ربنا جعله السبب، لانه كمان كان بيرسم وبيعمل سلويت بالمقص، وكان شاعر وكان متأمل وكان بيصمم ديكورات وحاجات. فهو كان عنده رؤية شاملة جنب قواته المسلحة. جنب قواته المسلحة، وكان كل ده بنفس الكواليتي. كان شاطر جدا وكان إنسان شامل يعني. أنا مع ربنا يسعده في الجنة، هو كان مميز قوي. وما يبانش تميزه، ولأنه كان بيمارس التميز ده ببساطة جدا، ببساطة خالص كده، زي ما نقل دي من هنا لهنا. ما كانش بيتفزلك من عند ربنا، كانش بيستعرض. كان موهوب كليا يعني. كان ربنا فاتح عليه، كان عنده فتح يعني. فانا شايفه ان هو برضو كان بيكتب شعر، فانا طلعت سمع شعر وبسمع شعر في البيت، وشعر في حب مصر يعني. هو يسافر مراقبه، مش يعني مش هو اللي قالك تعالي اسمعي. لا لا لا، انت بتراقبي. انا قاعده وعاجبني الكلام الحلو، يجي جايب كتاب لبيرم التونسي اقراه وانا عندي 7 سنين، احفظ اللي فيه قصائد وطنيه سياسيه برضو. فانا اعشق بيرم التونسي، واكتب في بيرم التونسي اول ابيات شعر في حياتي وانا عندي 7 سنين. لا لا نسمعها بقى. طبعا يشرفني ان اقولها، لان بحب استاذ بيرم التونسي جدا. ربنا يسعده في الجنة. بقول يا بيرم يا تونسي طلع النهار، كتبت أشعار بعرض البحار، وبتقيد بقلمك ده شعلة نار، كتبت الحضارة تنور منارة، ويفضل قلم بيرم مهما الزمان دور. ايه ده وانت عندك 7 سنين الكلام ده؟ خبر ربي. وما عرفتش اني بكتب شعر برضو على فكره يعني. فانا بعرف كل حاجه متاخر. انا بعملها بس انا مش فاهمه ده ايه. ايوه انا عملتها حبا يعني. الراجل ده جميل جميل، انا هقول عنه كذا، طب انا هكلمه بطريقته عشان يفهمني كانه سامعني. فبس هي دي الحكايه. لغته
لغته باللغة بتاعتي. انا مديونه له برضه، ربنا يسعده في الجنه، مديونه له ان يعني تبقى بدايتي من ابويا ومنه، ربنا يسعده في الجنه يا رب. يعني انت في رايك بقى، انا عايز يقول لك ايه، الشاعر يجي له الوحي، هل يعني هل بتحسي ان في وحي جالك ولا ده موهبه؟ يعني عايز اقول تمسكي الورقه والقلم وتكتبي. هي الهبه وحي، واحنا واستخدمنا في الهبه دي. يعني ربنا بيوهبنا قدره معينه. ايه الوحي ده؟ الوحي يعني او الوحي بتاع الشعر هو تصل احيانا لدرجه ان انت بتبقي يعني قاعده كده ويجي لك خاطره بكلام حلو. فعلا بيجي منين ده؟ يجي لك خاطره بلون على لون يطلعوا حلوين، بيجوا منين دول؟ صح. يجي لك خاطره بفكره تنفذيها في البرنامج الصبح، بتيجي منين؟ كلها ارزاق وفتحه من ربنا، وكل ما استسلمنا لربنا كل ما الفتح ده زاد، كل ما ربنا بارك فيه. لينا كلنا، مفيش حد عليه مثلا حصريا. يعني الفرق بين الشاعر والانسان العادي انه تيجي حاجه كده ومضه في ذهنه فيقول ايه، الله ده دي بدايه ويكتب، وواحد تاني زيي تجي له الومضه دي فيدخل يعمل كفته. لا وفي شعراء كتير بيعملوا كفته ويعملوا شغلهم وبيعملوا مجالات تانية، لكن هم عندهم الموهبه ومش بيبينوها. وفي ناس بتكتب ومش بترضى تقول، يعني اللي شجعني اقول برضو كان بابا، انا ما كنتش عاوز اقول يعني، او ما بحبش انا تبادل حاجه مع الناس، هو اللي كان بيشجعني ويخليني اواجه وخلاني الموضوع بالنسبه لي عادي جدا، انما انا كنت مش حابه خالص. واعرف ناس كتير موهوبين جدا وما بيقولوش اللي بيكتبوه. تفتكري اول مره طلعتي على ناس، بس مش الناس، مش اللي هو خالتك لا، على ناس حي على جمهور بجد، انه خلاص انا هطلع شعري ده للناس كلها، كانت امتى وازاي حصل؟ يعني اكيد كان في حفله من حفلات النادي مثلا، حاجه من بتاعه الكشافه بتاع، كان بابا بقى يشجعني، لا قولي غني كمان، كان يقولي غني اقف اغني، وانا مش، انا ناسيه الكوبليه اللي اتقال لي يا زلمه اللي ارتباك، لان انا عندي كده حته في شخصيتي ان انا بتكسف زياده عن اللزوم وشجاعه زياده عن اللزوم، فبيخبطوا في بعض. التناقض ده على فكره جميل، لانه تناقض مرعب. عايشه بيه جميل، اللي هو خجل وحياء زياده عن اللزوم، في نفس الوقت الجرأة مفزعه، يعني انا عارفه انها مفزعه في بعض الاحيان، انا صريحه، فالاثنين مع بعض اما بيخبطوا في وقت واحد بتنسي الحاجه اللي انت هتقوليها. نسيت الكوبليه اول مره كنت المفروض اغني في حفله في النادي. بس عارفه الاغنيه بتاعت اغنيه ما شربتش منها، يعني احكي لنا كواليسها. كواليسها كانت دراميه جدا، ان في ضرب في دهب سنه 2005، تفجيرات وبتاع، وانا قاعده فبسمع الاغاني الوطنيه اللي معموله وفي الفتره بتاعت زمان الحلوه اللي احنا لما بنسمعها. ايوه الحلوه اللي هي الوطنيه بجد، مش اكل عيش. وكنت بسمع اغنيه لمحمد رفاعي لان انا بحبه جدا وبوجه له التحيه من خلال برنامج الشاعر والملحن الجميل الصديق العزيز، كان عامل اغنيه لو بتحبوا البلد دي، فالاغنيه دي كانت لمسه قلبي جدا الصراحه، خلوا عيونكم عليها وخلوا ايديكم. فانا كنت قاعده كده بسمع، وبعدين عيطت وقلت انت ما بقاش عندك مشاعر وطنيه، انت زي ما كتبتيش لمصر، ورحت كاتبه لنفسي. دي كانت اول اغنيه وطنيه تكتبيها؟ اول اغنيه وطنيه، وما كانتش اغنيه في نظري، هو عمرو مصطفى اللي خلاها اغنيه صراحه يعني. انما انا لا، حتى ما سالني قلت له لا، ما لا يعني ما عنديش كلام، عندي زجل كاتباه في مصر من قلبي، لكن مش اغنيه وطنيه. فهي اتحولت لاغنيه وطنيه لانه لحنها. واتكتبت زي ما هي ولا حصل لها اي تغيير؟ لان ساعات بيبقى الشعر بيتكتب زي مثلا مصر هي امي اتغيرت. دخول ما شربتش منها، جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكلها، ما مشيتش في حواريها، طيب ما كبرتش فيها ولا ليك صورة على الرملة، كانت على الشط في موانيها، دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلد بتبقى دي، نسيانها على البال مش سهل، يمكن ناسي لأنك فيها، مش وحشاك ولا غبت عليها، بس اللي مجرب وفارقها قال في الدنيا ما فيش بعديها، في الدنيا ما فيش بعديها. وعملتي كمان لف مصر. لف مصر ريهام عبد الحكيم. طبعا. ليه بتقول ايه؟ لا لا، انا عايزه اسمع. بقى انا اسمع، انا احب اسمع. طيب، هي من الاغاني العزيزه جدا على قلبي، ولحنها الموسيقار حلمي عامر، ولحنها الموسيقار مين؟ حلمي عامر. حلمي عامر. ووزعها الموسيقار برضو حماده الموجي. وهي من الحاجات، وغنتها طبعا ريهام بصوتها الجميل واحساسها الحلو. ريهام دي جميلة. مش اول تجربه بينا احنا عاملين سوا بالورقه والقلم في فيلم عسل اسود. ايوه. هي بتقول شفت مصر واللي هو بس تسمع عنها، في البلد دي كل حتة أحلى من اللي قبلها، اللي يفهم في الحلاوة يدي مصر حقها، بلدي دي ما يبانش خيرها إلا لما تروح لغيرها، تعرف إن إحنا في جنة بس غافلين عنها، ذوق حلاوة مصر يلي تقدر التفاصيل في المباني، تقدر التفاصيل
دوق حلاوة مصر يلي تقدر التفاصيل في المباني والعادات واللقمة والمواويل. مصر ليها طعم تاني مسقي مية نيل. الله الله الله، احنا عايزين بقى ايه نستمتع كده بالكلمات اللي انت قلتيها ماشي. ونطلع نسيب للناس يتفرجوا على فاصل وبعدين نرجع نكمل معاك يا نور. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. فاصل ونعود. لسه معانا الشاعرة المصرية قوي والموهوبة قوي نور عبد الله. نور مبسوطين جدا جدا. ده انا اسعد ومنتهى الانبساط والله. ومستمتعين جدا 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 باشعارك وكلماتك اللي يعني ايه هي بتخش كده على طول على القلب. يا رب يعني استخدمنا بيدين يا رب. تفتكري الاغاني الوطنية دي بتساهم في تأكيد الانتماء للبلد؟ تذكير. ولا هي اغنية بنسمعها وخلاص؟ حسب صدق الشيء وظروفه يعني، حسب معنى الكلام وصدقه وظروف يعني تحضيره وإنتاجه يعني. طبعا لو حاجة صادقة يعني أكيد بتلمس القلب. أكيد الحاجات الصادقة بتلمس القلب، مش بالضغط ومش بالتصوير ومش بالبروباجندا، بصدق المعنى يعني. فالصدق بيوصل في أي حاجة، أنا مصدقة ده قوي، لأن الصدق هو الحق والحق هو ربنا، فهو كفيل بتوصيل ذاته في كل الأمور يعني. فأنا شايفة إن بيوصل وفي ناس بتسمعه وتتأثر. هي الفكرة انت بتخاطبي مين؟ حد عنده قلب ولا اصل احنا فين؟ احنا في وسط ناس كتير قوي في الحياة دي، في ناس ما عندهاش قلب خالص، في ناس عندها لسان وعندها عينين تمثل بيها انها متأثرة، لكن في ناس عندها قلب حتى لو كانوا ثابتين كده بس عندهم قلب، فلو بتخاطبي حد عنده قلب هتأثر طبعا. طب احنا نور مش بس اغاني وطنية وعاطفية، لكن كمان عملتي اغاني دينية. قلتي حتى كنت بتكلمي معانا فقلت لنا اللي هو الاغاني الوطنية بتاعتي والاغاني ربنا بتاعتي. بتاعتي جدا، لازم تكون الشاعر صادق قوي فيها، والا يعني تبقى بتكذب في الوطن او بتكذب في ربنا، دي مصيبة. عملتي اغنية بقى اسمها السكة رايحة لربنا. مع عبد الرحمن رشدي. عايزين نسمع. كان هقول لك، كان بتقول دي تقريبا اقرب اغنيه عملتها لقلبي واحب الاغاني لقلبي ورسالتي للحياه ولنفسي ولله يعني. حرقتي لي سؤال كنت عايزه اساله لك. طيب خلاص. ايه اقرب حاجه ليكي؟ يلا قولي لنا بقى. اقرب اغنيه دينيه دينيه. بتقول ايه؟ هي بتقول جربت اعيش مع ناس واعيش وحدي، كل السكك للاخره بتودي، والمعصيه دايما عشان متعه، وكل المتعه لحظات وبتعدي، جربت افتح للطريق واصحى، لا تغرني الاحزان ولا الفرحه، الدنيا سكة وإحنا ماشيينها، والسكة دي طيب لفين رايحة؟ السكة رايحة لربنا، وبرضو نورها ربنا، واللي مشيها بربنا سبق وهو وسطنا وصل ولو جسمه هنا. حلوة حلوة. عارفة يعني جمالها أولا في بساطتها والمعنى اللي يوصل لقلبك مباشرة يعني. الحمد لله. ويخليكي من جوه يعني، أنا أسمع ده وأقول من جوه سبحانك يا رب. الله. يا رب خليني مع أي كلام. أيوة خليني يعني معك. عايز أتكلم. أيوة. ربنا فيه. إحنا فعلا لازم كلنا نقول يا رب خلينا معك. إحنا بعيد عن ربنا. أنا خاف جدا جدا يعني. عارفة لما ألاقي حد بيناقش بعض الأمور يعني أقول ده الواحد لو ما كانش فيه ربنا هو هيخترعه، ده ربنا ده الملاذ والأمن والأمان. يعني ده ربنا كل وكفى بالله. وعلى فكرة مع التجارب كل ما بنكبر بنكتشف إن مفيش أي حد له قيمة في حياتنا، وممكن أقرب حد أنت فاكره سند يطلع أكتر حد خانك في حياتك، مليون المية، ويطلع أكتر حد أذاك وقاعد جنبك، بس أنت في النهاية ربنا نورك وظهرك وسندك. وكفى بالله وحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا لله راغبون. حقيقة. بصي بقى يعني طبعا في احداث طبعًا. فلسطين دلوقتي طبعًا. وغزه طبعا اكيد ما اعرفش لكن اكيد ده لمس قلبك بشكل او باخر. اكيد يعني اذا كنا احنا بنعيط لما نشوف التلفزيونات حتى الدوليه طبعا يعني أكيد. بنعيط لما بنشوفها، فما بالك بقى بشاعره واحنا احنا ما عندناش مش عايزه اقول لك ما عندناش دم يعني بالنسبه للشاعر. لا 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 يعني والله فعلا دموعنا بتنزل. انا عايزه اعرف بقى شاعره بتتاثر ازاي وبالتالي توصل انها تكتب بتقول ايه. ماشي هقول يعني حاجات هي مقتطفات كلها لكن متصله ببعض يعني. هقول من بقى بقول كيل بميت مكيال، كيل بميت مكيال وقتل شيوخ وعيال، ما انت ابن عمي يا ابن عمي يا احتلال، واخواتي هم جنبي كده كمل الكابوس، دمر باخر قوتك وفرم ودوس، ما الانسانيه اصلها مش في القاموس، رش الفلوس على التيوس وفي دمي غوص، ده مفيش
ده مفيش إرادة المعتدي إلا بجاسوس. خدت الدولار قم بالدمار وانخر ياسوس، وادونا في الدين والوطن حب الدروس. اشجوني ده أنا من غيركم كنت أغرق ولوص. إيه الميكس ده يا جدعان؟ حرامية ولصوص. وزعلي على الأوطان أرقام الجلوس، هنلم بعد القصف ورق الامتحان. نعم اللي بيندد طلع هو اللي خان، ولعلي يا ابني في اللجان. دي حاجة. وبعد كده، ولا كان في يوم للصهاينة هيمنة علينا إلا بفعل الصهاينة اللي في وسطينا. طفل اترمى فاتسجن فعلي بأوجاعه، إخوات يوسف باعوه لكل من باعه. قص الحكيم ذكرهم كانوا فخ، كانوا فخ في أخوة، وبقوا معروفين بإخوته وبقى العزيز هو. بعد كده هقول، هتهد فوقنا البيوت، هطحن حطام البيوت وهاكله وهحاربك وهاكل وراء قلبك. ده على لسان إخواتنا في فلسطين. هتهد فوقنا البيوت، هطحن حطام البيوت وهاكله وهحاربك وهاكل وراها قلبك. لا ضيف ولا انت أجير، انت حرامي حقير في مواجهة الملاك، والأرض تحتك بتنطق يلعنك كرهاك. أرضك وسلاحك وعيالك وقلوب الطاهرين ده عيالك، ومفيش مخلوق هيشيل شيلتك زي ما روحك هتشيلها لك. أرضك تتبت فوقها واستقتل، هيقتلوا قتل لو مت فوقها شهيد، أما البعيد معتدي تموت جبينك ندي، أما عدوك رضي مغضوب عليه مدلدل. جور واعتداء وحروب وأرض طرحة سواد، جور واعتداء وحروب وأرض طرحة أسود بيروقوك بالطوب. صهيوني يا كلبوب، يلي عليك من ربنا مغضوب. هجس براحتك هنا واللي يولوك مننا، في آخرة في ربنا ومفيش يا بغل وهروب. يلي قتلت العيال عن قتل الأطفال، يلي قتلت العيال صدقني رقتهم، هيكملوا من فوق حرب بطريقتهم. يتبولوا على الكون، على كل من تاجر، على كل من نافق، وانتم يا دوب حفاضات، لا في حفاضة بترفض ولا في حفاضة توافق. بصي يعني برضو يعني انه البني آدم العادي يعني مش في حالة حرب ولا في حالة إرهاب ولا لما بيفقد أب أو أخ أو زوج بيبقى يعني في حالة يرثى له. طب انت عندك تجربة فقد الوالد والأخ كمان؟ كتبت حاجة؟ أغلى ناس على قلبي، أعز الناس على قلبي وأغلى الناس على قلبي هم كل أهلي وأعز أهلي. كتبت حاجة؟ كتبت طبعا. كتبت حاجة صغيرة كده لما في ذكرى محمود. محمود من سنة توفى أخوي الصغير من 28 أكتوبر. فكتبت له، ومن سنة دقت الهنا ورحت السما في نفس الميعاد، الجنة عاملة ازاي يا واد؟ ده كان سؤالي يومها. صح. وأول سؤال سألته بعد ما مشي محمود بيومين كده، فطبعا أنا مركزة في الجماعة بقى، يعني محمود راح عند بابا، طب إيه الحكاية؟ فبقول يا بابا، إن كان وصل محمود في ضمك حضنه يتهنى. أهو الواحد بقى مسنود. لا لا، أنا آسفة إن أنا سألتك السؤال ده ويعني أثرت أحزانك مرة أخرى، لكن يعني أنا إحنا سعيدة بالكلمات اللي أنت كتبتيها. الله يخليك. بصي زي ما عملتي، ولا عايزة تكملي هنا؟ أنا مش عايزة أصلع الدموع. طيب يعني أنت زي ما كتبتي وعبرتي عن حزنك وأعماقك فيها إيه، كتبتي حاجات ساخرة يعني. أنت التناقض بقى اللي بنقول عليه في شخصيتك ده، ايه بقى يعني؟ خرجينا من المود ده هو او الحاله. طيب. دي هقول لك حاجه قلتها انا نسيكي اللي بس معلش برضو عن بابا ومحمود، بس يعني بقول من بعيد والقلب جورك، بكلم سيدنا النبي بقول له من بعيد والقلب جورك واتلغت بينا الحدود، واما جيت مش عايزه قلبي هو زي الفل عندك من الوصال طارح ورود. احضن قلبي وقلب حبايبي واحضن لي ابويا ومحمود، قلبي يا محمد امانه تردها يوم القيامه وانت بتسقيني من الحوض ان شاء الله. نور، ما عندناش غير يمكن نص دقيقه بس، عايزاكي تقولي لي اذا كان في حاجه حاصله وكان نفسك تكتبي عليها وما عرفتيش لسه تعبري عنها. حاجه حاصله يعني اقولها؟ أيوة. شعر ولا اقول ايه؟ لا انا بسالك يعني في حدث حصل ما قدرتيش تكتبي حاجة. لا يعني لحد دلوقتي يعني كان حاجه نفسك تكتبيها، حاجه كان نفسي اكتبها وما عرفتيش تجيبي الوحي ما نزلش عليه، ولا ده صعب سؤال دمه سم؟ لا انا ما سكتش يعني، انا اي حاجه حسيتها قلتها. طيب اعتقد ان انا فتانه طيب. جدا على مشاعري. اوكي. يعني احنا مش قادره يعني اقول سالي ونور، انا في منتهى السعاده انك انت كنت موجوده معانا النهارده. الشاعره المصريه البنوته الجميله الموهوبه نور عبد الله، صاحبة أجمل كلمات. بشكر حضرتك جدا جدا. احنا بنشكرك على وجودك معانا.